Bonjour tout le monde. Bonjour mes élèves. Avec vous, Monsieur Mohamed Ibrahim. Je suis votre professeur de la langue française. Aujourd'hui, on va faire la révision du programme. On va commencer par la grammaire. صباح الفل ازيكم يا اولاد النهارده ان شاء الله هنراجع مع بعض جرامير منهج ثالثه ثانوي هنراجعه في كذا حصه مع بعض فيا ريت اللي فيكم يبقى فايتوا اي حاجه يرجع يعيد الحلقه الثاني ويبتدي يراجع من الاول ثاني لانه كله مسلسل اوكي فاول حاجه هنبتدي بيها احنا هنبتدي جرامير من بدايته خالص من اول الديتيرمينو تعالوا كده نبص مع بعض البدايه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي لي ديتيرمينون لي ديتيرمينون بالعربي يعني المحددات ايه هو الديتيرمينون هو فيها كذا حاجه نبتدي باول حاجه في الديتيرمينون اللي هي لي ارتيكل ديفيني ارتيكل ديفيني اللي هي ادوات المعرفه بالعربي ايه هما الارتيكل ديفيني بالفرنسي يا مسيو اللي هما لو ولا واللي والال ابوستروف طيب امتى بستخدم كل واحده من دولت نبتدي بقى مع بعض على لو لو ك ارتيكل ديفيني بتستخدم قدام الماسكولين سينجولير يعني قدام الاسم المذكر يعني الكلمه اللي وراها لازم تبقى ماسكولين سينجولير ننقل على اكزامبل من اللي انا قلته زي لو فرير الاخ و لا لو بير الاب ولو غارسون ولد لو فيس الابن وعندي ريمارك هنا في كلمه لو فيس لو فيس اللي هي الابن الكلمه دي اصلا بتنتهي باس فطبعا بتجي لنا اللخبطه على طول ان انا هحطها كانها سينجولير ولا كبلوريال انا هستخدم بناء على ايه؟ هستخدم بناء على الفيرب اللي يجي وراها يعني لو فيس انا كده فاهم يعني كلمه فيس لوحدها مش فاهم منها انها ماسكولين ولا فيمينان نبص بقى على الفيرب اللي وراها ساعتها هقدر اعرف انها بلوريال ولا سينجولير بس كلمه على طول بتنتهي باس لو فيس لو ليفر و لو ستيلو يبقى دولت اكزامبل على ازاي بستخدم الارتيكل ديفيني اللي هو اول واحده منه اللي هي لو بتاعت الماسكولين سينجولير طيب اللا بستخدمها امتى اللا بستخدمها ديفون فيمينين سينجولير يعني المو اللي وراها لازم تكون فيمينين سينجولير زي لا في لا سير لا في يعني الاخت لا سير لا في يعني بنت لا سير يعني الاخت La mère, l'homme, la lettre, le khitab, ou le jawab, la carte, yani البطاقه, ou le kharita, yani maoul la carte postale, البطاقه البريديه, la carte d'Égypte, اللي هي خريطة مصر. و la chemise, القميص, ou القميص الرجالي, القميص الرجالي féminin. Le programme كله عندي السنه دي معتمد على الماسكولين والفيمينين, حتى الجرامير كله معتمد على الماسكولين والفيمينين. يعني عشان انا استخدم الارتيكل لازم اكون عارف الكلمه طب واعرف الكلمه منين يا مسيو لازم ابقى اكون حافظ فوكاب بتاع اللسون ننقل بعد كده على الالابوستروف الالابوستروف دي بستخدمها امتى قدام اي فويل يعني قدام الكلمه اللي بتبتدي بفويل سواء كانت ماسكولين فيمينين مش فارق معايا نوعها بقى لان الالابوستروف بتستخدم قدام الفويل سواء كانت الكلمه ماسكولين او فيمينين براحتي زي لامي صديق والفيمينان بتاع كلمة أمي هي أمي هي إياها بس هحط لها أو وساعتها هستخدم إيه الأرتيكل؟ الأرتيكل هتبقى برضو ألا بوستروف ليه؟ لأنه بيبتدي بفويل لاج العمر ليماج الصورة ليكول وليتيديون طالب لانفون يبقى كل الكلمات دي بدأت بفويل فعشان كده أنا استخدمت الأل أبوستروف سواء بقى كانت الكلمه ماسكولين او فيمينال تاني للمره الثانيه مش فارق معايا خالص. والبلوريال بتاعهم بستخدم له ليه؟ ال او اس. طيب البلوريال اللي هو ال او اس هستخدمه قدام فويل برضو؟ طبعا ما عنديش مشكله لان الاس فصلت بين الفويل بتاعت اللو وبتاعت الكلمه اللي وراها. يعني لي جارسون دي استخدمت لها بلوريال يعني الاولاد لي في لي زامي اهو غرماك اللي انا لسه قايلها هي اللي مكتوبه قدامي دلوقتي لي زامي امي هنا بتبتدي بفويل هل احط لها الابوستروف يا مسيو؟ لا طبعا لان الاس اللي موجوده عندي اللي في لي فصلت الحرف الفويل بتاع اللو عن الا اللي في كلمه امي فبناء عليها بستخدم اداه بلوريال عادي جدا لي زامي وبعمل حاجه اسمها ليزون في النطق لي زامي
نيجي لتاني حاجة. دول كده أنا خلصت الإكسبليكاسيون بتاعتهم. طب هستخدمهم إمتى ميسيو؟ أو أحل بيهم إزاي؟ إزاي أحل بيهم إزاي؟ تعالوا بقى مع بعض. إكزارسيس. Je préfère نقط يوجا. Je préfère يوجا. لازم أكون عارف إن رياضة اليوجا ماسكولين ولا فيمينين على حسب ما خدناها في الليسون، في أول ليسون في البروجرام. Je préfère اليوجا ماسكولين، يبقى أستخدم لها le. يبقى je préfère le yoga. طيب نيجي لإكزامبل تاني. Ne traverse pas نقط rue au feu vert. Ne traverse pas يعني ما تعديش. Rue شارع. Au feu vert. أنا هنا هعتمد على إيه؟ هعتمد على كلمة rue اللي هي شارع. كلمة rue masculin ولا féminin؟ كلمة rue féminin. يبقى ساعتها هستخدم لها إيه الأرتيكل بتاعي؟ la. يبقى ne traverse pas la rue au feu vert. باس نقط بالون أمونة. باس يعني مرر، بالون يعني كورة. في البروجرام عندي الكلمة بالون دي بتطلق على الكورة الكبيرة ولا الكورة الصغيرة؟ عشان أنا عندي اتنين كورة، عندي بالون وبال، في واحدة منهم ماسكولا وواحدة منهم فيمينا. بالون اللي هي الكورة الكبيرة دي ماسكولا ولا فيمينا؟ برافو، ماسكولا. يبقى ساعتها هستخدم لها لو بالون. طب ولما أنا خدت في البروجرام بال فيمينا ولا ماسكولا؟ بال فيمينا. يبقى لا بال ولو بالون. هاندبول سي مون سبور بريفيري. هاندبول سي مون سبور بريفيري. رياضة الهاندبول ماسكولين ولا فيمينين؟ تمام، لو هاندبول. يبقى بستخدم لها الارتيكل ديفيني اللي هو لو. جادور فيولي اي نوار. دول الوان. جادور يعني بعشق. فيولي اللون البنفسجي، نوار اللون الاسود. طيب هحط برضو الارتيكل بناء عليه. هشوف بقى كلمه فيولي ماسكولين ولا فيمينا. فيولي بالمنظر اللي قدامي ده اللي هي بتي واحده، دي ماسكولين. الفيمينان بتاعها فيوليت دوبل تي او. يبقى معنى ذلك ان فيولي اللي مكتوبه قدامي ماسكولين ولا فيمينا؟ هي الماسكولين. تمام، يبقى جادور لو فيولي اي نوات نوار. نوار بقى هنا فيمينا. ليه فيمينا؟ لان نوار اصلا من غير اس، من غير او. لو من غير او تبقى ماسكولين لو نوار، لكن طالما محطوط لها او زي ما مكتوب قدامي لا نوار، يبقى هنا ديت فيمينا. يبقى جادور لو فيولي اي لا نوار. ننقل على اللي بعد كده اللي هم الارتيكل انديفيني. عندي ادوات للمعرفه اللي هم الارتيكل ديفيني، وعندي ادوات للنكره اللي هم الانديفيني. الارتيكل انديفيني عندي هم ثلاثه، ان وان ودي. ان كارتيكل انديفيني بيستخدم للماسكولين سينجوليه اللي هو المفرد المذكر، يبقى الكلمه اللي وراها ماسكولين سينجوليه. بار اكزامبل ان فرير، ان بير، ان غارسون، وي ان فيس، وي ان ليفر. يقول لي هنا يا مسيو طب هنا ما عنديش حاجة لو الكلمة اللي وراها فويل، يعني ما عنديش ارتيكل انديفيني لو حتى لو الكلمة اللي وراها فويل؟ لا، لأن الهدف من الموضوع الابوستروف إن أنا بشيل منها حرف هو النطق مش حاجة تانية. يعني إيه؟ أنا لو قلت لو أو لو قلت لا، لو أو لا آخر حرف نطقته في اللو إيه؟ لو، حرف الأو ده فويل. ولو قلت لا آخر حرف نطقته في اللا إيه؟ الأ، فستل، فده برضه فويل. يعني بقول لو أمي، بص نهيت الكلمة بأ وبديت الكلمة اللي وراها بفويل تاني، يعني لو أمي. ده طبعا صعب في النطق، فبناء عليها أنا بشيل حرف الأ وحط مكانه أبوستروف. يعني معنى كلمة أبوستروف بتاعة الأرتيكل إن حرف الأ متشال، حرف الأ متشال منه. يعني لو اتنطقت واللي بعديها بدأت بفويل هشيله. تمام كده؟ دي القاعدة بتاعتي. طيب نرجع للأرتيكل انديفيني اللي هما الأ والأن والدي. أنا هنا ما نطقتش أي حاجة خالص فيهم، يعني قلت أن، أن، ما قلتش أن، يبقى معنى ذلك الحرف ما اتنطقش، يبقى بناء عليها مش هشيل منها حاجة. دولت بتوع الماسكولين، وإيه الأداة بتاعت الماسكولين سينجولي عندي؟ اللي هي الأن. نيجي لأداة الفيمينين سينجولي اللي هي الأن، بتستخدم للفيمينين سينجولي. زي الإكزامبل بقى، ندي كام إكزامبل كده. Une fille, bint, une sœur, une mère, une lettre, ou une carte, ou
une chemise. تمام؟ يبقى une بتستخدم للفيمينين وان بتستخدم للماسكولين. طيب يبقى طالما عندي ماسكولين وعندي فيمينين يبقى لازم لي حاجة للبلوريال الجمع بتاعهم كلهم اللي هم ايه الأداة بتاعتي؟ دي دي او اس والدي او اس بتنطق دي. طب والدي او بس بتنطق ايه؟ بتنطق دو. يبقى الفرق ما بينهم هنا في البرونونسياسيون دو ودي. دي دي للبلوريال سواء كانت الكلمة ماسكولين أو فيمينين مش فارق معايا. دي جاسون des amis, des mères. ننقل بعد كده على article تاني اللي هو les articles contractés. نفهم الأول يعني إيه contractés. Les articles contractés. تعالوا مع بعض كده مع بعض نبص في الـ في الـ في السلايد. Les articles contractés. إيه هم بقى الأرتيكل contractés؟ تعالوا بس نعرفهم. L'article contracté se forme à partir d'une préposition et d'un article. يعني بيقول لك بيتكون من préposition أداة جر plus article الأداة بتاعتي le, la, les أو كذا. طب إيه هما البريبوزيسيون يا مسيو؟ البريبوزيسيون اللي عندي هتبقى دو أو أ. طيب تعالوا ما نشوف إيه هما أنا هنا فنطت يعني كلمة article contracté. يعني إحنا طول عمرنا بنسمعهم كده. طب تعالوا يعني إيه معناهم؟ يعني هو article plus préposition. Les contractions. أول نوع عندي بس هنا بقى أنا هشرح فيه الريمارك بتاعته الملحوظة بتاعته الريمارك بتاعته يعني أنا طول عمري عارف فاكرين إحنا إن في حاجة اسمها دو تمام؟ إيه أصل الدو دي؟ أصل الدو دي اللي هي دو لو يبقى دو لو مفيش حاجة في فرنساوي اسمها دو لو بشيل الدو دو لو كلها وأحط مكانها دو تمام؟ يبقى الدو دي كان أصلها إيه؟ الدو le ودي بتستخدم قدام الماسكولين سينجولير تاني الدو اصل الدو ايه اصل الدو دو لو طب هل انا اقدر استخدم دو لو مفيش ابدا حاجه اسمها دو لو وضحت كده زي ما برضو مفيش حاجه اسمها ا لو ما عنديش حاجه في فرنساوي اسمها ا لو خالص اتشالت ال ا لو وبيتحط مكانها او يبقى الاو اصلها الاوريجين بتاعها ايه في الارتيكل كانت ا لو ديفون الماسكولين سينجولير تمام؟ ونفس الكلام بالنسبة لدو لي، ما عنديش حاجة اسمها دو لي، مش موجودة في الفرنساوي. بتتشال ويتحط مكانها دي. نرجع نبص دي تاني ريفيزيون فيت كده. الدو أصلها إيه في الفرنساوي؟ دو لو. هل أنا أقدر أستخدم دو لو يا مسيو؟ لا، أنا بستخدم دو. نفس الكلام بالنسبة لأو، ما أقدرش خالص أستخدم ألو، ما فيش حاجة اسمها كده. فبشيل الألو وأحط مكانها أو، الدي كان الأوريجين بتاعها دو لي وما عنديش حاجة اسمها دو لي بستخدم مكانها دي. وعندي الأ لي. في حاجة اسمها كده يا مسيو؟ احنا لسه متفقين فوق مفيش حاجة خالص اسمها ألي. يبقى مكانها إيه؟ تفتكروا كده لو بصينا في اللي مكتوب قدامنا هيبقى مكان الألي إيه؟ تمام؟ زي استنتاجكم بالظبط ما قلتوا كده أو. O avec X. يبقى الديفيرونس في البرونونسيسيون ما بين الأو التانية والأو الأخيرة في البرونونسيسيون ولا حاجة. الكتابة هو الإكس. طيب تعالوا بقى من هنا من أول هنا تعالوا نركز أوي 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 في اللي أنا هقوله عشان دي أسئلة الجرامير. إيه بقى؟ فيرب فاع اللي هو فيرب فاع يعني يعمل أو يفعل ليه كذا معنى. بستخدمه مع الرياضات. طيب فيرب فاع لو استخدم مع الرياضة هل في ارتيكل معينين بيتحط وراه؟ طبعا عشان كده بقول دي ريمارك مهمة جدا. فاع لو هيجي وراه رياضة لازم يجي وراه ارتيكل معين، ايه هما الارتيكل بتوعه بقى؟ فاع يجي وراه دو ودو لا ودو الابوستروف ودي لو في سبور. تاني فيرب فاع لو السبور اللي وراه masculin singulier هستخدم دو لو السبور اللي وراه feminin singulier هستخدم دو لا لو السبور اللي وراه invariable بس ابتدي بفويل هستخدم دو ال apostrophe لو السبور اللي وراه pluriel هستخدم دي تمام يبقى فيرب فاع بيجي وراه ايه دو دو لا دو ال apostrophe و pluriel دي فاع دو دو لا دو ال apostrophe و pluriel دي تعالوا ندي اكزامبل على الكلام ده لما أقول كل سبور فيتو أنا بسأل سؤال كل سبور فيتو ما هي الرياضة اللي بتمارسها
هيرد يقول لي جو في دو سكي. يبقى انا استخدمت دو بناء على ايه؟ بناء على فيرب فاعل. عرفت ان انا احط دو دو لابوستروف. استخدمتها ماسكولين ولا فيمينين؟ بناء على ايه؟ بناء على كلمه سكي. كلمه سكي قدامي هنا ماسكولين، يبقى اكيد هستخدم الارتيكل بتاع الماسكولين، يبقى جو في دو سكي. جو في دو لا ناتاسيون. هقول تاني، انا في كل اكزامبل هعيد شرح برضه. Je fais de la natation. استخدمت de la عشان عندي verb faire. طيب وبناء عليه استخدمت de la لأن رياضة الناتاسيون فيمينان، ناتاسيون يعني سباحة. الناتاسيون فيمينان، يبقى الفيمينان بيتحط له إيه بعد verb faire؟ de la. و je fais de l'équitation. équitation اللي هي الفروسية. équitation بدأت بفويل، طالما بدأت بفويل يبقى أنا هستخدم de l أبوستروف. طيب بصوا بقى، في حالة النيجاسيون، يعني لو هعمل نيجاسيون لجملة الان والان والدي والدو والدو لا والدو ال ابوستروف، بيتحولوا، ما بيفضلوش زي ما هم، بيتحولوا لايه؟ بيتحولوا لدو او دي ابوستروف. يعني اكزامبل على كده، لو قلنا كال سبور تو نو في با، الرياضة اللي مش بتمارسها، هو عاوز يرد، هقول جو في با دو تنس. استخدم دو هنا، ما استخدمنيش، ماليش دو تنس، مع ان التنس ماسكولان. اي نيجاسيون، لسه مدي الريمارك فوق، وخد بالنا من دي كويس جدا. اي نيجاسيون الدو والدو لا والدو ال ابوستروف سو ترانسفورم، بيتحولوا لدو او دي ابوستروف. هل على مع كل؟ مع كل. هل يوم اكسبسيون؟ اه اليوم اكسبسيون. ايه هي؟ هنقولها لما نيجي لها دلوقتي. تو في دو ليكيتاسيون، انت بتمارس، لسه قايلين ليكيتاسيون يعني ايه؟ تمام؟ ال فروسيه. tu fais de l'équitation، عاوز يعمل نيجاسيون، هقول non je ne fais pas d'équitation. يبقى هنا بقت دو او دي ابوستروف، شلت ال بتاعتها. احنا قلنا في الاول ان الابوستروف ديت معناها ايه؟ معناها ان انا شلت حرف الاو من الارتيكل او بريبوزيسيون. يبقى je ne fais pas de. خلاص طالما عندي نيجاسيون، خدوا بالكم عشان هعمل اكزرسيس وهنقع فيها برضه. Je ne fais pas. طالما عندي نيجاسيون بستخدم دو او دي ابوستروف. طيب انا قاعد لسه بقول بعد فيرب فاع بيجي وراه دو دو لا دو ال ابوستروف. بعد فيرب فاع. ايه هو فيرب فاع؟ او بصرفه زي فيرب فاع. بصوا بقى معايا. فاع يعني يعمل، ليه كذا معنى. Je fais S، tu fais S، il ou elle fait T، nous faisons، vous، وهتقعوا فيها، هتقولوا لي faisait. مفيش حاجة اسمها كده. فيرب فاع وديع هم عندهم الريمارك ديت. لأن احنا شغالين كل أنواع الفيرب في الدنيا، أي فيرب أصرفه بقول كذا يبقى هو أناس نو وأناس فو إزد إلا فاع. نو فيزون فو فات. زي فيرب ديع. نو ديزون فو ديت. الفيربين دول هم اللي بيتعمل فيهم الحركة دي. يبقى نو فيزون فو فات. إل وإل فون. طيب انا لسه قايل دلوقتي ان فيرب فاع بيجي وراه دو دو لا دو ال ابوستروف. انا بكرر كتير لان دي اسئله على طول بتيجي، على طول ان فيرب فاع هيجي هيحط لي بعديها نقط، وهدي اكزرسيس دلوقتي على اللي انا بقوله ده. طيب فاير بيجي وراي دو دو لا دو ال ابوستروف وبلوريال دي. طب هل انا بستخدم فيرب فاع بس مع الرياضات؟ لا طبعا، ما انا عندي فيرب تاني اللي هو فيرب جوي. جوي يعني ايه؟ يعني يلعب. تعالوا نبص مع بعض كده. بستخدم فيرب جوي مع الالعاب الرياضيه اللي بمارسها ببالون او بال او باداه بمضرب او كده او عصايه. نبص مع بعض. فيرب جوي. طب طالما فيرب يستخدم وراه، خامس مره اقولها اهو، دو دو لا دو لا بوستروف. جوي بستخدم وراه ايه؟ جوي بستخدم وراه او و الا و ا ال بوستروف والبلوريال بتاعهم او باكس. تاني فيرب جوي يعني يلعب. لو انا هستخدم وراه سبور، الارتيكل اللي بيستخدم او على ال ابوستروف والبلوريال او باكس. او بستخدمها امتى يا مسيو؟ او بستخدمها قدام الماسكولين سينجولي، يعني لو الكلمه اللي وراها ماسكولين سينجولي. على لو الكلمه اللي وراها فيمينا سينجولي. ا ال ابوستروف لو الكلمه اللي وراها بتبتدي بفويل. او باكس لو الكلمه بلور او السبور بلوريال. تمام؟ ندي اكزامبل بقى على الكلام اللي احنا قايلينه دلوقتي. Tu joues au badminton. Badminton, c'est كرة الريشة. رياضة كرة الريشة. أنا قلت tu joues au badminton لأن عندي فيرب جوي وأنا لسه قايل من ما فيش. جوي بيجي وراه إيه؟ ولا إلا بوستروف. أنا عارف إن أنا بكرر كتير بس دول لازم يتحفظوا. لازم.
وهنا استخدمت او بناء عليه بناء على كلمه بادمنتون. بادمنتون اللي هي كره ريشه، الرياضه دي ماسكولين وسنجولي، يبقى استخدم لها او. نيجي هعمل لها نيجاسيون، تو جو او بادمنتون؟ نو جو جو او هوكي. هو هنا نفى، انت بتلعب بادمنتون؟ قال لا انا بلعب هوكي. نيجي لفيرب بريفيري او ايمي او براتيكي. عندي فيرب بريفيري او ايمي او براتيكي او ديتستي، دول اسمهم اللي هم الفيربات اللي بتدل على ان انا بحب او اكره او بمارس او الكلام ده كله. تعالوا دول هل بيستخدم معاهم نفس الارتيكل؟ لا. نرجع كده تاني، فيرب براتيكي، براتيكي انا لسه قايل يعني ايه؟ نبص مع بعض كده، براتيكي يعني يمارس، وايمي يحب، وديتستي يكره، وبريفيري يفضل. تمام؟ فيرب براتيكي يمارس، ايمي يحب، ديتستي يكره، وبريفيري يفضل. طيب هل دول هستخدم دو دو لا دو الابوستروف وراهم؟ ولا هستخدم او الا الابوستروف؟ ولا واحدة من دول. ولا واحدة من دولت. تمام؟ يبقى عندي دلوقتي لو فيرب ايمي او فيرب بريفيري او فيرب براتيكي او فيرب ديتستي، لو عندي اي حاجه من الفيربات ديت، ايه الارتيكل اللي بيستخدم وراهم؟ بيستخدم وراهم لو ولا ولي والالابوستروف. لو لا لي الابوستروف. تاني فيرب ايمي لو جه وراه سبا، دولت هيتحط وراهم سبا. يبقى فيرب ايمي لو وراه سبا هستخدم وراه ايه؟ لو للماسكولين سينجوليي، لا للفيمينين سينجوليي، لي للبلوريال، وال ابوستروف لو في فويال. مين الفيربات اللي بيستخدم وراهم دول؟ ايمي وبريفيري وبراتيكي وديتستي. احب، بفضل، بمارس، بكره. تاني هقول بقى تاني كده الاربعه مع بعض. فير بيجي وراي، فيرب فير بيجي وراي دو دو لا دو الابوستروف، جو في دو كذا. فيرب جوي بيجي وراي او على الابوستروف، جو جو او كذا. فيرب ايمي او براتيكي او فير باردون، فيرب ايمي او براتيكي او ديتستي بيجي وراي، بيجي ورا لو لا لي والال ابوستروف. نبص مع بعض. فيرب او تاني، فيرب ايمي بيجي ورا لو لا لي والال الابوستروف، يبقى ايمي براتيكي ديتستي بريفيري، دولت الارتيكل اللي بيجي وراهم. لو وراهم سبور. طيب ندي اكزامبل. كال سبور براتيك تو؟ انهي رياضه انت بتمارسها؟ هيرد يقول جو براتيك لو باسكت، ما قالش جو براتيك دو باسكت، ما قالش جو براتيك او باسكت، لان دي مش دي الارتيكل اللي بتستخدم مع فيرب براتيكي. جو براتيك لا كورس ا بيي، كورس ا بيي اللي هي رياضه المشي. بستخدم لها لا عشان الكورس ا بيي فيمينا. جو براتيك ليكيتاسيون، استخدمت ليكيتاسيون ليه؟ عشان وراها فوايل. جو براتيك لي سبور اكستريم، سبور اكستريم اللي هم الرياضات العنيفه. دي اسمها السبور اكستريم. طيب احنا دلوقتي لخصناهم، فير بيجي ورائي، جوي بيجي ورائي، ايمي بيجي ورائي. طيب تعال نحل بقى، تعال نجرب لو حلينا هتيجي السؤال هيجي لي ازاي. كومبليت لو بوين افيك لي فيرب جوي او فير. بصوا بقى انا هنا جايب لكم الاكزرسيس بكذا نوع. اول نوع منهم ان انا هستخدم الفيرب بناء على الارتيكل، والاكزرسيس اللي بعده هستخدم الارتيكل بناء على الفيرب. مش فاهم اي حاجه. طب تعال نشوف ده في الاكزامبل هيعمل ازاي. كومبليت افيك الفيرب جوي او فير. اوكي نبص على الاكزامبل، مي كوبان نقط دو تنس. انا هنا شايل الفيرب بس مديك الارتيكل. انهي فيرب اللي بيستخدم وراه دو لا دو الابوستروف؟ برافو، اللي هو فيرب فير. طيب هل هحط فير في الانفينيتيف؟ اكيد لا. مي كوبان
مي كوبين دي لو هعمل لها رومبلاسمون بار ان برونون بيرسونيل يعني هشيلها واحط مكانها برونون هتبقى ايه مي كوبين تبقى اي لافيك اس تمام يبقى انا عاوز اصرف فيرب مين فيرب فاعل مع اي لافيك اس فيرب فاعل مع الاي لافيك اس بيبقى عامل ازاي انا لسه شرحه فاعل مع اي لافيك اس الا فون اف او ان تي فهمنا كده انا بقول ايه او انا بستخدم الفيرب بناء على ايه انا استخدمت الفيرب بناء على الارتيكل اللي بعد النقط جو نقط او فوت عندي او مين الفيرب اللي بيجي وراه او الا ال ابوستروف او اكس فيرب جوي تمام هل احط برضه جوي في الانفينيتيف اكيد لا لازم طالما عندي سوجي الفيرب يتصرف مع السوجي ده فيرب جوي ده فيرب سو تيرمين بار او ار الفيربات كي سو تيرمين بار او ار اللي هو فيربات البريمي جروب مع جو هشيلها واحط مكانها ايه او اس هل او اس صح غلط طبعا لان تو الاو اس ذا الفيربات اللي بتنتهي باو ار مع جو بتبقى او تو او اس ايل وال او نو او ان اس فو او زد ايل وال او ان تي طيب من اللي انا قلته يبقى جو هتحط لها ايه مع فيرب جوي برافو جو جو نو دو لا ناتاسيون خدت بالكم ان انا في كل اكزامبل قاعد بشرح اكيد مش عشان ازهقكم لا ده عشان نحفظه على طول يبقى لو عندي بعد النقط ارتيكل انا كده لازم ابقى عارف انا هستخدم ايه الفيرب بتاعي اوكي ننقل نو فيزون نقط دو لا ناتاسيون دو لا يبقى فيرب ايه برافو فا طيب فا مع نو فيزون هنا ما بحطش الفيرب في الانفينيتيف اون نقط على بيتونك بيتونك اللي هي الكره الحديديه اللي في رياضة كده بتتلعب بكور حديد. هنا عندي ألا تمام الألا بيتحط له إيه؟ فيرب جوي طيب جوي هنا يتصرف مع أون إيه أون دي؟ أون دي اللي هي زيها زي الإيل والإل يبقى فيرب جوي اللي بينتهي بـ أ مع إيل وإل هتبقى عاملة إزاي؟ أنا لسه قايل هتبقى بـ أ يبقى أون جو أ لا بيتونك تو نقط أو بادمنتون احنا قلنا بادمنتون خلاص بقى اللي هي كرة الريشة طيب انا عندي او برضو هتبقى فيرب جوي جوي مع تي بتبقى نهايتها ايه؟ اس يبقى تو جو او بادمنتون طيب تعالوا ندي اكزرسيس تاني بالعكس بقى يعني ايه بالعكس؟ انا هنا قلت لك جبت لك الارتيكل وبناء عليه قلت لك هات لي الفيرب لا انا دلوقتي هجيب لك الفيرب وحضرتك هتحط الارتيكل Complète le point avec du, de la, de l'apostrophe. Complète avec les points. Complète le point avec du, de la, de l'apostrophe. Ou de, ou des apostrophes. Mais c'est un moment. T'as pas non à faire l'exercice. Ils font non à vélo. Ils font non à vélo. On a le verbe magoud. Il va bon à aller. On a mon talab. On a un vélo masculin ou le féminin. Là, on a un vélo masculin ou le féminin. On a un article galant. ده اكيد عشان كده السبار اللي عندي بحفظهم سواء كانت ماسكولا او فيمينا وبحفظهم بحفظهم بالارتيكل بتاعهم فيلو ايه بقى il font vélo le vélo ولا la vélo le vélo طيب يبقى بعد فيرب فاعل بس استخدم لها ايه اللي هي بتاعت الماسكولين سينجولير تمام اللي هي دو tu fais نقط tir à l'arc tir à l'arc اللي هي القوس رياضة القوس tu fais, tu as à tir à l'arc. Type. Il tire à l'arc. Masculin ou le féminin? Masculin. Il va se faire du tir à l'arc. Elles font noat danse. Danse, les rosses et le ballet, le calam de colo. C'est la danse. Elles font danse. Type. On a lissé il haut, on a mgé au La danse, le sport andy. فيمينا يبقى استخدم لها ايه بتاعت الفيمينا برافو دو لا دونس اون ne fait pas نقط جيمناستيك يقول لي بس دو طبعا هو كده جاوب عادي خالص هو عشان ما قراش الجمله نرجع نبص للجمله دي تاني عشان دي من الجمل اللي هنقع فيها اون ne fait pas في نيجاسيون وانا لسه قايل فوق ان النيجاسيون بيتحط له ايه ها نيجاسيون بيتحط له ايه؟ برافو دو او دي ابوستروف على حسب الرياضه. خدوا بالكم من دي
لازم اقرا الفراز كامله. اون نو في با نيجاسيون، يبقى النيجاسيون يبقى استبعد كل اللي موجود ما عدا حاجتين، دو او دي ابوستروف. طيب دو او دي ابوستروف جيمناستيك دي بتبتدي بفويل؟ اكيد لا، يبقى استخدم دو. نو جو في نوت اكيتاسيون، يطلع لي بقى واحد تاني يقول لي بس نو دي نيجاسيون يا مسيو. لا يا حبيبي، فين النيجاسيون اللي عندك؟ فين النو وفين البا او فين اي نوع من انواع النيجاسيون؟ هو بدا بنو بس جاب حاجه تانية، قال لك لا انا بمارس كذا. خلاص يبقى ده مش نيجاسيون. جو في نقط اكيتاسيون، اكيتاسيون بتبتدي بفويل، خلاص يبقى اوتوماتيك هستخدم الارتيكل اللي فيه ابوستروف اللي هو دو ال ابوستروف. طيب تعالوا بقى اكزرسيس تاني. بقول لك شوازي لو مو كوريكت، فيرب او ارتيكل او بريبوزيسيون. ازاي؟ بصوا ازاي. Moi, je note du sport une heure par jour. Moi, je note du sport une heure par jour. يعني أنا رياضة ساعة في اليوم. طيب هستخدم بقى الفيرب، كل الفيربات هنا، كل الفيرب اللي عندي متصرفين وتمام قوي مع جو. هستخدم بناء على إيه؟ نرجع نفتكر، هستخدم هنا أي واحد من دول بناء على إيه؟ ها؟ برافو عليكم، على بناء على الارتيكل اللي بعد النقط عندي دو. دو كات فيرب مين اللي بيستخدم مع دو؟ تمام؟ يبقى جو في دو كذا. وده اللي بيجي بالظبط نفس الموديل اللي بيجي زيه في الامتحان. يبقى جو في دو سبور، كلهم متصرفين مع جو. يعني المفروض ان انا في دماغي انا لو انا مش عارف المعلومه كلهم صح. لا طبعا. بعد النقط ببص على الارتيكل. الارتيكل هنا دو، يبقى استخدم الفيرب اللي الفيرب اللي بياخد معاه دو او دو لا او دو ال ابوستروف. Il n'aime pas faire rugby. Il n'aime pas faire rugby. تمام، هستخدم معاه ايه هنا؟ وانا هسيب ثانيتين كده تقولوا لي. يقول لي فاعل ورجبي، يبقى على طول هستخدم دو دو لا دو ال ابوستروف. متاكدين؟ طب تعال نشوف الاجابه. الاختيارات اللي قدامي دو لا ودو ودو. طبعا رجبي ماسكولين، هيقول لي دو رجبي. هقول له نرجع تاني لنفس الرمارك، عندي نو با، يعني فراز على فورم نيجاتيف، منفيه. طالما منفيه هستخدم مين؟ ها؟ برافو. انا عارف ان كل شويه لازم ندي رمارك عليها. النيجاسيون بستخدم له مين؟ دو. ماريون à la pétanque le week-end. Marion à la pétanque le week-end. بستخدم لحضرتك هنا الجملة، كل الفعب اللي مكتوبين قدامي متصرفين مع ماريون عادي مع الإيل. طيب إيه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. هبص برضو على بعد النقط في إيه؟ à la pétanque. à la، فعب مين اللي بيستخدم مع à la؟ تمام؟ ها؟ jouer. très bien. يبقى ماريون جو à la pétanque le week-end. كمان اكزامبل، جيم جوي نقط هوكي، والاختيارات اللي قدامي لو او 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 دو. جيم جوي نقط هوكي، هستخدم مين هما كلهم؟ او لو تستخدم لفيرب، واو مع فيرب، ودو مع فيرب. جوي احنا قايلين بيجي وراه ايه؟ ها؟ تمام؟ هو دي الاجابه الوحيده اللي هو او على الابوستروف. هوكي ماسكولين فاستخدمت او. Je fais نقط vélo avec mes copains. Je fais نقط vélo avec mes copains. فيلو احنا خلاص بكتر التكرار دلوقتي المفروض ان انا ببقى عارف على طول ان اوتوماتيك فيلو دي مين؟ ماسكولين. تمام، ايه بقى الاختيارات اللي قدامي طالما هي طلعت ماسكولين؟ في كل الارتيكل اللي مستخدمين اونتر بارونتيز اللي بين قوسين تو الماسكولين. هستخدم بناء على ايه؟ بناء على فيرب فاعل. فيرب بيتحط ورا ايه؟ تمام، برافو عليكم. دو دو لا دو ال ابوستروف، فيلو ماسكولين، استخدمت دو. خدنا بالنا ان في كل اكزامبل انا عدت الشرح تاني؟ يعني ما اعتقدش ان انت ممكن تنسى خالص. كل اكزامبل من دولت انا قلت امتى فاعل بيستخدم ورا ايه؟ وامتى جوي بيجي ورا ايه؟ وامتى براتيكي او ايمي بيجي ورا ايه؟ اوكي؟ يلا بينا. كمان اكزامبل، tu veux faire natation. tu veux faire natation. natation اللي هي ايه؟ تمام،
خلاص المفروض دلوقتي الموضوع بقى ماشي لوحده ناتاسيون يعني سباحه tu veux faire يبقى استخدم الاختيارات اللي قدامي de la à la là يبقى de la natation à chaque faire ou natation féminin ils font tir à l'arc قوس يبقى ils font ايه احنا خلاص انا دلوقتي حافظين ان tir à l'arc بقت masculin وفعل يبقى عارفين الاختيارات من قبل ما يبقى في اختيارات انا ممكن احل من غير اختيارات Bravo, هو du. Tu. نقط au tennis ou au handball. انت تنس او handball. الاختيارات اللي قدامي قال لي ذهب. Tu fais او tu pratiques او tu joues. كلهم متصرفين مع tu. فخلاص انا مش هبص بقى على التصريفات. لا. انا هبص على الارتيكل برضه. او ها tu es ها برافو يبقى هي دي الاجابه tu joues au tennis ou au handball الاكزامبل اللي بعده vous voulez jouer نقط بادمنتون jouer au badminton انتوا خلاص المفروض دلوقتي ان انا ما نزلش الاختيارات المفروض تحلوا لوحدكم jouer ou à l'apostrophe بادمنتون masculin يبقى او او على او دو يبقى على طول كده كتر التكرار بتاعنا ما بقيناش خلاص نفكر في الحل لانه اوريدي اتحفظ. Elle n'aime pas نقط جودو ها يلا والاختيارات اللي قدامي لو او دو او او بس على طول يقول لي ايمي بيتحط وراه لو لا ليه اروح حاطط لو هقول له نرجع تاني لنفس الجمله. Elle n'aime pas n'aime pas n'aime pas ان ابوستروف نيجاسيون او با يبقى ده النيجاسيون واحنا قايلين النيجاسيون بيتحط له ايه؟ بيتحط له دو صح؟ اه ده اللي انا قلته. هل انا قلت حاجه غير كده قبل كده؟ لا. طب يبقى معنى ذلك على بناء على كلامي لما اقول ال نام با هقول دو جودو. غلط. اه غلط. ليه غلط؟ يا مسيو انت لسه قايل ان اي نيجاسيون يتحط لنا دو او دي ابوستروف اه انا قلت كده فعلا. طب امال ليه هنا غلط؟ هقول لك انا ليه بقى غلط. عندي نرجع بقى للفيرب اللي انا كنت قايل لك عليهم فوق اللي هم ايه؟ فيرب ايمي او بريفيري او ديتستي دولت الفيربات بتاعت السنتيمون دي بستخدم معاهم لو لالي حتى في النيجاسيون يا مسيو؟ اه تاني فيرب ايمي لو عندي نيجاسيون استخدم دو؟ لا فيرب ايمي لو عندي نيجاسيون استخدم لو لالي برضه تمام؟ خدوا بالكم من الرماعه كديت انا فوق قعدت اقول على الكل كل الفيربات في النيجاسيون احط دو او دي ابوستروف هل فيرب ايمي يمشي عليه الكلام ده؟ لا لا ايمي ولا بريفيري يمشي عليه الكلام ده. اوكي؟ يبقى ال نام با مش هقدر احط هنا دو يبقى استخدم ايه؟ تمام؟ تري بيان لو اقولها تاني الرماعك دي صح؟ طيب قبل ما انقل انا كل النيجاسيون بستخدم وراه دو او دي ابوستروف الا لو عندي في الجمله بتاعتي الا لو عندي في الجمله بتاعتي فيرب ايمي او بريفيري او ديتستي دول هتستخدم وراهم لو لالي دول بس يا مسيو لا وفيرب اتر برضه بس فيرب اتر ما بستخدمش وراه لو لالي بسيب الارتيكل عادي دي هقولها ريمارك ثانيه لكن خلينا في اللي احنا بنقوله دلوقتي فيرب ايمي حتى لو عندي نيجاسيون استخدم وراه الارتيكل بتاعه لو او لا او لي وضحت كده اي نيجاسيون بتحول لدو ما عدا فيرب ايمي بريفيري او ديتستي تمام ننقل بقى اللي بعديها على طول وضحت كده عشان مش هرجع للنقطه دي تاني اكزامبل كمان مي بارون بريفير لا كورس ده هنا انا عاوز بريبوزيسيون هنا انا عاوز بريبوزيسيون مي بارون بريفير يفضلوا لا كورس ده اسمها الرياضه انا لسه قايلها في السلايد اللي قبله لا كورس ايه ها اسمها لا كورس هدي الاختيارات La course de pied, ou la course au pied, ou la course à pied. Tamam. La course à pied. D'aïsme, regarde. La course à pied. OK? T'allou bâ, n'inil ma ba'd hena, ala l'haga tanya fi grammaire, ou dars min dros muhimma giddan, 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 ou min yu'tabar ya'ani min dros li lazim, 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 nkoun arfinu bil ma'ani. Arfinu bil ma'ani. يعني ايه عارفينه بمعاني يا مسيو؟ هو الدرس اسمه لانتيروغاسيون، يعني ايه انتيروغاسيون؟ يعني ادوات الاستفهام. طب انا هل ادوات الاستفهام
بحلها ازاي اصلا في جمله؟ بحلها بمعنى جمله. يعني اقول مثلا رايح الى السينما، ومديني الاختيارات اين؟ تنفع اين رايح الى السينما؟ اكيد لا، يبقى معنى الجمله ما اديهاش. طب متى؟ تنفع، اللي هي الساعه كام يعني؟ يبقى معنى ذلك ان انا هنا بحل بناء على المعنى بتاع الفراز. ننقل على درس الانتيروغاسيون، يلا بينا نبص مع بعض. الانتيروغاسيون لأدوات الاستفهام. أول حاجة عندي في أدوات الاستفهام عندي كو أو كاسكو، الاتنين دول نفس الأداة، كو وكاسكو نفس الأداة، الاتنين بمعنى ماذا؟ وبسأل بيها على حاجة امبيرسون، يعني حاجة غير عاقل، بمعنى ماذا؟ وبسأل بيها على كومبليمون، بسأل بيها على كومبليمون امبيرسون، غير عاقل. أوكي؟ نبص مع بعض الإكزامبل كده. طب هل في فرق ما بين كو وكاسكو؟ لا مفيش فرق، بس في حاجة معينة. إيه الحاجة معينة؟ هقولها لكم دلوقتي وإحنا بنشتغل. بستخدمها على بسأل على أي شيء غير مباشر ومسبوق بحرف وغير مسبوق بحرف جر، يعني ما ينفعش يبقى فيه بريبوزيسيون. طب إزاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف الإكزامبل. Je fais les devoirs. أنا بعمل الواجبات. Je fais les devoirs. يبقى ده الكومبليمون بتاعي اللي هو les devoirs، لأن أي فراز في فرنسي بتتكون ما بين سوجي وفيرب وكومبليمون. سوجي فعل اللي هو je في ده الفيرب، واللي devoirs ده كومبليمون. Je fais les devoirs، أنا بعمل الواجبات. تمام، عاوز أقول بالعربي هقول له إيه؟ ماذا تفعل؟ اللي هي هتبقى إيه؟ Que fais-tu؟ بصوا بقى هنا. Que fais-tu؟ Monsieur، الجملة مش بتقول بتبتدي بالسوجي؟ ليه أنا هنا بادي بالفيرب؟ يعني الجملة بتاعتي Je fais. ليه أنا عملت انفيرسيون؟ انفيرسيون يعني إيه؟ جبت الفيرب مكان السوجي، قلت Que fais-tu؟ الفيرب وبعد كده السوجي. ليه عملت كده؟ المو انتيروجاتيف بيجي وراها كده. طب انا الطريقه دي هتلخبطني، هعمل ايه؟ هروح حاطط وراها اسكو، هتبقى كاسكو تو في. يبقى الاسكو لما اتحطت ورا الكو ليها معنى؟ لا، بس ليها دور. ايه دورها؟ خلت الجمله عدله. يبقى كو في تو، كو ده بيجي وراها انفيرسيون فيرب ورا سوجي، لما احط اسكو ورا المو انتيروجاتيف بقت كاسكو تو في السوجي وبعدين الفيرب. تمام؟ يبقى انا هنا سالت على كومبليمون، يبقى كو في تو او كاسكو تو في. ننقل على حاجة كمان اللي هي كاسكي. إيه كاسكي دي بقى؟ أول مرة نسمع عنها. أنا عندي كاسك، إيه كاسكي دي؟ كاسكي بسأل بيها على سوجي الامبيرسون. يعني إيه؟ لما أقول علي راح فا أو كلوب، لو هشيل علي هقول كي، مين؟ طب أنا لو عاوز أقول لا فواتور إي بيل، العربية دي جميلة، هل أقول مين؟ مش هينفع، لأن العربية هنا مش الفواتور مش بيرسون. فبستخدم أداة اسمها كاسكي، ودي بسأل بيها على السوجي لامبيرسون. يعني ليكول فا اورجانيزي سات فيت، المدرسة هتنظم الحفلة دي. أنا ما أقدرش أقول مين، لا أنا أقول كاسكي، يبقى أقول كاسكي فا اورجانيزي سات فيت. فهمنا هنا بستخدم كاسكي إمتى؟ على السوجي لامبيرسون. نيجي لمو انتيروغاتيف كمان اللي هي الكوا. كوا يعني ايه؟ يعني ماذا؟ ايه يا مسيو ده؟ ما انت لسه قايل لنا الاولانيه كو وكاسكو بمعنى ماذا؟ هو في كذا ماذا؟ في كذا ماذا. ايه الفرق اللي بينهم؟ الاولانيين انا كاتب اللي هو كو وكاسكو ما بيستخدمش معاهم بريبوزيسيون خالص، ما بيستخدمش معاهم اداه جر. امال الكوا دي ايه؟ الكوا دي ما بستخدمهاش غير باداه جر او في اخر الجمله. ازاي؟ تعال اما نشوف ازاي. لما قلت بسألها عن المفعول مسبوق بأداة جر، وما في ما طبعا ما تدلش على مكان، ما يكونش ليو. لو قلت جو بونس ا ليكزامان، أنا بفكر في الامتحانات. جو بونس ا ليكزامان، وعاوز أسأل هنا على ليكزامان، وفي قبليه ما أقدرش أقول كو بونس تو، مش عايز اسمع كده. ليه؟ لأن كو ما بيتحطش وراها، ما بيتحطش قبليها بريبوزيسيون. طب عاوز أقول في ماذا؟ ايه في ماذا دي بقى؟ في باخد البريبوزيسيون بتاعت الجمله اللي هي طب هل احطها قبل كو او كاسكو؟ ما انا لسه قايل ما بتنفعش. فبناء عليه عملنا اداه استفهام كمان، دي اللي بتستخدم مع البريبوزيسيون. بتستخدم مع البريبوزيسيون اللي هي كوا. فهقول ا كوا بونس تو، خدت البريبوزيسيون وحطيته قبل كوا، فبقت ا كوا بونس تو او تو بونس ا كوا. تو بونس ا كوا، الاثنين براحتي. وضحت كده؟ الفرق ما بين كو وكاسكو وكوا، التلاتة بمعنى ماذا؟ كو بيجي وراها انفيرسيون، كاسكو ما بيجيش وراها انفيرسيون، يعني جملة عدلة.
كوا ما بتستخدمش غير باداه جر. تمام؟ يلا بينا. طيب ايه الادوات اللي بتستخدم مع كوا؟ ولا حاجه، باخد البريبوزيشن بتاع الجمله. طب لو يعني انا مش عارف وعاوز ان انا ابقى حافظ، حاضر يا سيدي. اكوا، اون كوا، دو كوا، افيك كوا، او بار كوا. وكده كده لازم برضه هيبقوا مكتوبين في الجمله. تمام؟ كي، كي يعني ايه؟ طبعا اول حاجه بتتسال عليها يعني مين؟ ودي بسال بيها على سوجي بيرسون. لما اقول علي فاو كلاب ومسطر على علي وعاوز كيستيون هقول ايه؟ كي فاو كلاب. جون رانكونتر سي زامي. جون قابل اصحابه. هشيل جون واحط مكانه مين؟ كي. يبقى كي رانكونتر سي زامي وجون جون رانكونتر كي. Je joue avec mes amis. أنا بلعب مع أصحابي. أنا بلعب مع أصحابي، فأنا عاوز أسأل حتى بالعربي، هقول مع مين؟ طب وأنا هجيب المع دي منين؟ باخد البريبوزيسيون بتاعت الجملة، يبقى je joue avec mes amis، هاخد الافيك أحطها قبل كي، يبقى avec qui joues-tu؟ مع مين؟ تلعب أنت. سي علي. هرد أقول كي اس أو سي كي، الاثنين دول صح. سي علي كي اس. طب بصوا السي معموله ازاي؟ اس ابوستروف وراها فيرب اتر. امال لما تعملها انفيرسيون هترجع لاصلها، يبقى كي يس فيرب اتر وارجع الاو بتاعت السو، يبقى كي يس. نيجي المو انتروكاتيف كمان اللي هي الكون. كون بسال بيها على بمعنى متى، وبسال بيها على الزمن جنرال. يعني ايه زمن جنرال؟ يعني زمن بدون ميعاد محدد. بدون ميعاد محدد، يعني زمن عام. يعني ايه برضه زمن عام؟ مش فاهم حاجه. يعني لو قلت لك جو مونترين لو ماتان، انا بتدرب الصبح، انا اديت زمن عام اهو الصبح، ما قلتلكش ساعه. دي اقدر اسال بكون. يبقى جو مونترين لو ماتان، يبقى اقول كون تونترين تو. كون تونترين تو. إل فا بارتيا دومان، برضه هو هيرحل بكره، زمن عام. يبقى كون فاتيل بارتيا. هنا المفروض في تي ليزون، فاتيل فا وبعدين الداش تي وبعدين داش وبعدين إيل بارتيا، فاتيل بارتيا. نيجي لكون ديت، هل يا مسيو اقدر احط قبليها بريبوزيسيون؟ هي ما بتاخدش غير اثنين بريبوزيسيون بس. كون دي ما بتاخدش غير اثنين بريبوزيسيون بس. تمام؟ لما اقول depuis quand، يبقى quand لو استخدم قبليها بريبوزيسيون بتقبل depuis، يبقى depuis quand. depuis يعني منذ، يبقى depuis quand منذ متى. طب بجيب البريبوزيسيون منين؟ بجيب البريبوزيسيون من الجمله. nous sommes à Paris depuis une semaine. يعني احنا في باريس، في باريس منذ اسبوع. Nous sommes à Paris depuis une semaine. احنا في باريس من اسبوع، يبقى منذ متى؟ يبقى اقول ايه؟ depuis quand êtes-vous à Paris؟ منذ متى êtes-vous à Paris؟ تقبل حاجة كمان؟ اه طبعا بتقبل حاجة كمان اللي هي jusqu'à. jusqu'à وjusqu'à يعني حتى. حتى متى؟ لما اقول ce magasin ouvre ses portes jusqu'à minuit. المجازين ده بيفتح ابواب، المحل ده بيفتح ابوابه لغايه منتصف الليل، يبقى جوسكا بالعاميه كده يعني لغايه. يبقى انا عاوز اقول لحد امتى؟ اللي هو هقول ايه بقى؟ jusqu'à quand ce magasin ouvre ses portes. وكده احنا خلصنا مع بعض نص درس المو انتيغراتيف. هنكمل النص التاني بتاعه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. ويا رب نكون استفدنا من اللي اتعمل دوت، وان شاء الله لما هراجع بقيه المو انتروجاتيف هراجع على اللي قبله باذن الله، واشوفكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، ومع السلامه.